موضوع المحامين انا جاوبت فيه الاسبوع الماضي وتكلمت فيه، والبرلمان الان يناقش قانون الماليه في البرلمان، واعتقد بان هناك مجهود كبير يبذل من جميع الاطراف باش ان شاء الله نوصلوا لحلول اللي تكون يعني ملائمه لبلادنا. واحيي مره اخرى الحرص ديال المحامون على الالتزام باداء الضرائب، وهذا كيف ما قلت الاسبوع الماضي هذا يعني مؤشر جد ايجابي على الروح المواطنه اللي كاينه عند جميع الفئات التي يعني نعتز ونفتخر بها في المجتمع.